The immune system أو T4 ممتازة جدا. Characterizing by A, characterizing by إن هو being fatality بسبب أي opportunistic infection عندنا. قلنا زي قلنا أول حاجة discovered 1984. Okay. طب what is the cost of organism? ال HIV 1. Okay. وفي منه نوعين HIV type 1 وفي عندنا إيه type 2. يبقى في عندنا type 1 و type 2. حد فاكر resistance ساعته كانت أخبارها إيه؟ الايه ريزيستنس كان مايلد سوري يعني كان ضعيف ديليكت مين كان ديليكت في المنهج عندنا مين لا الثلاثه ديليكت عندنا الميزز لا بص معايا بص معايا بليز 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 المامس اسف الميزز والمنجايتس والاتش اي في فده كان من الحاجات الضعيفه جدا بره الجسم عشان كده قصه دي ان الفيروس بينتقل لما نتكلم عليه كمان شويه بالدايركت تشر كونتاكت يعني يخرج من جسم الجسم على طول ما بيقدرش يعيش بره الجسم لفتره طويله بالرابت فيوجن بشكل مباشر لان هو ما بيقعدش في الجسم لفترات طويله قوي عندنا اتفقنا يبقى دي حته عندنا الايه الفيروس عندنا طبعا عايزين نقول ان في كروس نيتيف للنوعين اتش واي في تايب 1 وتايب 2 في كروس نيتيف للاثنين ما استفدتش منها قوي لان لغايه النهارده ما عنديش افيلبل طب مين الريزرفر عايز حد فاهم مش حافظ مين الريزرفر لا مفيش انيمال سيبك بقى من قصه كان من قرود ومش قرود مش قصتنا انا بتكلم النهارده ان هو دي كان اصل الديفلوبمنت اوف ذا فايروس وضمه لكن السؤال ان هو المان كيس ولا كارير اثنين ممتازه ويتش كارير انكيوبيتور ولا كونفرسنس لا ومفيش كونفرسنس انت قلتيها اهو يبقى اذا هتفق معاك ان الريزرفوار عندنا هو كيس والايه والدايره حلو انت النهارده النهارده الثلاث مش كده مش قلنا الحل رقم 3 والله يا محمد ما بنساش اصلا ما بنساش خالص محمد انا نسيت اصلا النهارده يلا مش مشكله اوكي الله يسامحك يا محمد الله يسامحك الله يسامحك فعلا اوكي اذا الريزرفوار قالت لي كلمه محترمه قالت لي كيس وانكيوبيتري كارير بس لان مفيش كونفاليسنس لان العيان ما بيخفش عندنا اساسا وات ذا اكزيت ممكن استرجع هيباتايتس بي شويه ممكن نسترجع هيباتايتس بي يبقى ايه الاكزيت عندنا البلاد بس خليني اقول لك بينج سيكشوال ترانسميت خليني اقدم بس الحاجات السيكشوال الاول اللي هو السيمين والفاجينال سيكريشن اثنين البلاد والبلاد برودكتس والبلازما اند سو اون ثلاثه الاذر بارتيكلز زي الهيباتايتس بي ولكن اتفق معاكم على حاجه ان تركيزه الاعلى للامانه موجود فين في البلاد والسيكشوال سيكريشنز تركيزه في السلايفا والسويتنجز والتيرز والى اخره تركيزه قليل قوي لكن نظريا ينفع اثنين في الحاجات ده الاكزيت وات ذا كوميونيكيتي بيرت الكلينيكال كورس كوم يو تلخبطوا بين كوميونيكيتي وانكيوبيشن كوميونيكيتي فضل يوريك قبل اللاست بيرت اوف انكيوبيشن بيرت واليوريك كلينيكال كورس تل ديث ديث تلبس وقت ما نموت يبقى الاند مود وقت ما نموت ممتاز وات ذا مود اوف ترانسميشن نسترجع هيباتايتس بي واحد بارنتال سيكشوال اول بقى عشان بيجي سيكشوال ترانسميت سيكشوال بقى بالهومو سيكشواليتي اللي غيره سيكشواليتي بكل انواع السيكشوال اثنين برنتر برنتر بكل انواعها هل بلاد فيوجن هل نيدل بريك او شبكه الابره انتراماستر انترافينس سبكيوتينيوس انجكشنز الكلام ده كله يبقى كل حاجات ممكن بالاورجن ترانسبلانتيشن ده بلاد طبعا ممكن فيرتيكال تكريم الام للطفل ترانسبلاسنتا الموافق في البلاد كريم في البريست ميلك عشان كده بقول لكم على حاجه الام الاتش اي في بوزيتيف ما بنبقاش تبقى حامل ما بنحبش تبقى حامل اساسا ولو بقت حامل من غير ما تولديش ايه؟ طبيعي ولو ولدت طبيعي ايه؟ اقول لكم ارقام مش مهمه قوي ارقام دي عليكم بص بيتي ان الام الاتش اي في تنقل ابنها ايدز ترانس بلاسنتال 50% بتزيد نسبه الى 70-75% لو ولدت نورمال ليبر بتزيد الى 80-85% لو رضعت بريست فيد فكانك انت لما جيت ربنا يسترها معاك لو ما تنقلتوش ترانس بلاسنتال لان في بص بيتي 50% ما تنقلوش فما تخليهاش تولد طبيعي فمن قصدي بحيث نقلل البروبابيلتي ان يجي له اتش اي في طيب ده المود اوف ترانسميشن وات ذا انكيوبيشن بيريد اعتقد من المعلومات العامه تعرفوها من 6 ل 7 شهور من شهور قليله قوي قضوا 10 وفي ناس قالوا كمان ممكن تقعد 15 سنه ودي خطوره الاتش اي في ليه خطوره انت بتتكلم في 15 سنه العيان عنده سيمتومز خالص ما عندوش اي سيمتومز خالص وبالتالي قاعد يدي للترانسميشن عندنا وليه خطوره او ده السر الاساسي لانتقال الاتش اي في ان محدش عارفه ما بيشتكيش من اي حاجه خالص قاعد بيتحرك فريلي في المجتمع وبيدي الانفكشن اوفر 15 years اتفقنا؟ طيب ده الانكيوبيشن بيرد سستابيلتي اند ريزيستنت نمسكهم واحده واحده بورتر اوف انتري ممتاز الايج هل بي في مثلا ميتي بتبروتكت الطفل 6 ل 9 شهور؟ لا طبعا بالعكس ده هي تنقله ايه؟
الانفكشن الفيروس عندنا عشان الفيروس ما بيخفش اصلا عشان الام تنهي ترانس بلاسنتال كان ده انفكشن وخف ويعمل لها انتي بودز هي ما عندهاش غير فيروس ما ينفعش يبقى عندها ايه لان انتي بودز تكون خفت منه عندها. طيب السؤال اللي بعد كده الايج ويتش ايج عرضه اكتر للاتش اي 15 ل 40 ليه من 15 ل 40 سيكشوال اكتيف سيكشوالي اكتيف سيكشوالي اكتيف تايم اوكي يبقى دي عندنا سيكشوالي اكتيف تايم ال6 والله في يعني بعض الكتب كانت قالت ان النيلز باعتبار الهوموسيكشواليتي في بعض الكتب قالت برضه النيلز عندنا فانا شايف ان بوث اوف ذا 6 از السبتوم اوكي لو بنتكلم على الباترنس فيوجن او النيل بريك فالاثنين عرضه زي بعض لكن الفرق هيكون في السيكشوال ديفرنس في السكس ديفرنس في السيكشوال اي بيتر ففي بعض الكتب قالت ميلز وبعض الكتب قالت اي فيميلز اوكي باعتبار ان الهوموسيكشواليتي بتبقى اكثر في الميلز واعتبار البارتنر سيكشوال او الديفرنت بارتنرز على الفيميل في المجتمعات اللي فيها ديفرنت بارتنرز عشان كده تبقى العرضه عندنا في الفيميلز اكتر. طيب السكس الاميونيتي اخبارها ايه؟ مفيش اميونيتي لا فاكسين لا ولا في ناس في فاكسين لا يبقى لا في ناتشرال ميتي ولا في ارتفيشال ميتي يبقى ما عنديش ميتي خالص الناتشرال ولا ارتفيشال. طيب الانفايرمنت موجوده فين بصراحه ما لهاش علاقه لا ليها علاقه بالصيف ولا بالشتاء ولا ولا اخره لكن اقول لكم على حاجه هي موجوده في المجتمعات الفقيره الايدز على عكس الناس المتخيله ليه موجوده في اللو سوشيال ايكونوميك ستاندرز عشان بلاد ترانسفيوجن لا لا اقول لكم على حاجه هي ليها علاقه بالايديوكيشنال ليفل اللو سوشيال ايكونوميك والاويرنس يعني حتى لو النهارده بتتكلم في باسكشوال بيهيفير في مجتمعات غنيه بس هم بياخدوا بريكوشنز وفاهمين ان هم ممكن يقلهم ازاي ياخدوا بالهم ازاي انصحهم لكن المجتمعات الفقيره ما عندهمش اصلا اويرنس ما يعرفوش المرض بيتنقل ازاي ما بياخدوش اي بروتكشن ما بياخدوش اي بريكوشنز خالص عشان ممكن تنتشر اكتر. طبعا موجود اكتر عارفين طبعا دراج ابيوز ودراج ادكس اند سو اون اوكي وقالوا انها موجوده في الار سيركمسايزد ميل يعني قالوا ان السيركمسيجن اوف ذا ميلز بيقلل البروسبيريتي او ترانسميشن بتاع الاتش اي في عندها. ده السيركمسيجن ده طب كلينيكال بيكشر حد اللي هل بيخسر شديد في الكلينيكال بيكشر خسرتها ايه؟ الاول برودرومال والله اقول لك مفاجاه الايدز كايدز ما عندوش ممكن يجي لك دكتور ممكن يجي لك انفكشوس انفكشوس مونيكلوزس لايك سيمبتومز في حاجه اسمها ممكن يعني عارف بتبقى قصته ايه؟ فيفر ماليز فومتنج يعني بتلاقي عندك انوريكسيا فخلي بالك ان الكومبلكس ده ذا فايرال ديزيز مش سبيسيفيك لحاجه معينه فده اللي بيصعب حتى تشخيص الايدز يعني حتى لما بيدخل في كلينيكال سيمبتومز ما بيظهرش عنده كلينيكال سيمبتومز. عارف انت غالبا بتشخص ايدز ازاي او بتظهر انت كلينيكال سيمبتومز؟ لا 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 مش البي سي ار بنتكلم كسيمبتومز لا في الاخر ليتلي بعد الكومبليكيشنز لما تلاقي ان العيان ايه بيجي له انفكشنز الكارنت انفكشنز ومش عارف سببها ايه بتلاقي ان يجيب انفكشن عبيطه بهدله فتبدا تسسبكت ان احتمال يكون في سبب مهم للميو كومبرومايز تعمل له بي سي ار او اليزا بتاعت الايدز تطلع بوزيتيف فهي غالبا الايدز ما لهوش سبيسيفيك سيمبتومز عندها. اتفقنا؟ ايه الكومبليكيشنز المتوقعه للايدز؟ انفكشنز بمعنى انك انت بتخلي العيان بتدمري الجهاز المناعه تماما فالعيان بيموت من نيوموسيستيك كارينال نيومونيا ده عايز اقول لك ممكن يموت من تي بي ممكن يموت من انفلونزا ممكن يموت من اي حاجه يعني ممكن يموت حتى من انفكشنز عبيطه جدا عندك. اوكي طبعا بلس انه اسوشيتد مش عارف بكانسر سمعته عنه قبل كده اسمه كابوسي ساركوما اسمه كابوسي ساركوما يبقى دي برضه من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت الايدز. طيب دايجنوزيس هاو كان وي دايجنوز الايدز بي سي ار هتشخص بي سي ار ايلايزا عشان تشوفي الاتش اي دي اكتر حاجه بتشخص عندنا الايد الكلينيكال مش هتعتمد عليها حتى لو قلتها عندك كلينيكال بيكشر فانت هتشخصها غالبا متاخره في مرحله الايد الكومبليكيشنز. اتفقنا؟ طيب ايه البريفنشن والكنترول اوف ايدز؟ يلا ايه البريفنشن والكنترول اوف ايدز؟ هل في عندنا سبيسيفيك بريفنشن؟ هل في عندنا سبيسيفيك بريفنشن؟ لا لا وبالتالي الحل الوحيد في الايد في الجنب فاكرين هيباتايتس بي؟ ممكن استرجع الجنرال بريفنشن بتاع هيباتايتس بي؟ فاكرين قصه البلاد بقى تاخد بالك من السرنجات والبلاد ترانسفيوجن جروب والقصص البريكوشنز والكابنج السيرج قصه البلاد كلها وقصه السكشوال ايه بقى؟ الناس قد الناس هيلث ايدوكيشن اويرنس اباوت المود اوف ترانسميشن في السكشوال كونتاكت. باي ذا واي انا عايز اقول حاجه في المود اوف ترانسميشن هل النورمال سوشيال لايف تنقل الايدز؟ لا يعني العين يقعد معانا وياكل معانا ويخرج معانا عادي عشان كده عين الايدز نوت نيد فور ايزوليشن عين الايدز لان هو العين ما بتنقلش بالنورمال سوشيال لايف حتى هتلاقي عشان بتنقل بالكيسنج والى اخره الكونسنتريشن قليل قوي يعني حتى هي كيوريكال اكتر انها تكتيكلي سبيكينج فلذلك طريقه انتشار الايدز الحقيقيه هي بلاد والسكشوال والفيرتيكال طبعا
لكن نورمال سوشيال لايف او روتين لايف ما بتنقلش ايدز. لكن بيختموا على باسبور العيان او الاي دي بتاعته انه اتش اي في بوزيتيف عشان الناس تبقى عارفه لما ينتقل من مكان لمكان ان هو اتش اي في بوزيتيف. لكن ذير از نو نيد فور ايزوليشن عين ايدز في وسط الناس عادي عندها. اوكي وعين ايدز مش دايما متهم, ممكن يبقى ضحيه. ليه؟ عشان بلاد ترانسفيوجن ممكن يبقى ضحيه, مش لازم دايما ننظره بنظره اتهام لان ممكن يبقى ضحيه في الاخر عندنا. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه للبريفنشن عندنا زي ما قلنا قصه الهيباتايتس فيها اس بي بلاد هنتكلم عليه. السكشوال ديفالت اديوكيشن ان نادي الناس ريليجيوس اديوكيشن. دايما التوعيه الدينيه او بث الروح الديني في الناس هو اكثر وازع يحمي الناس من السكشوال ترانسميشن, صح ولا غلط؟ والسر فيه عارف دايما هي الفكره ايه؟ سام تايمز انت عايز تعمل حاجه غلط بس ما بتعملهاش ليه؟ صحابك حواليك, الناس شايفينك, خايف من الفضيحه, بابا هيعرف, صح ولا غلط؟ فدي كل حاجات. لكن كل الفاكتورز دي ما تديش بروتكشن. ليه ما تديش بروتكشن؟ لانك انت خايف من الناس اللي حواليك. طب لو سافرت مكان تاني مفيش حد حواليك, فهمت قصدي ازاي؟ خايف ان بابا يعرف. طب لو اضمن ان بابا ما يعرفش, لو اقدر اخبي عنه بطريقه ما. لكن لما تكون القصه عندك وازع ديني من خايف من ربنا, يبقى في الوقت دوت في اي مكان في اي ظروف في اي حاجه ده هو الوازع الحقيقي اللي هيمنع سكشوال ترانسميشن. اوكي طبعا فاكر لما قلنا انكارج المارج عشان الناس تتجوز بدري عشان تمنع القصه دي عندنا. اوكي انكارج المارج, فاكر لما قلنا نعمل دي كنديشن فاسيلتيز, فاكر القصه دي لما قلنا استغل الشباب ما فيش الطاقه دي مجرد ان هم يضيعوها. كان ده فيري امبورتنت على فكره باي ذا وي, لان خلي بالك الشباب دول طاقه, لو الطاقه مهدره هتلاقيه بيتجه للدراجز, يبدا يسرق, يبدا من ضمنها انه يبدا ينحرف ويتعرض للسكشوال ترانسميشن. اتفقنا؟ مفيش مانع ان لازم يكون في عندنا وده موجود, بيبقى زي ما نقول هوت لاين واي اوف كوميونيكيشن مع الناس ازاي يعرفوا فكره المعلومات عن الاتش اي في. الناس العاديه انه يعرف المرض ده فين, ازاي اخد بالي, ازاي اعرف ازاي انصح. اتفقنا؟ فاين بريمارايتال اكزامينشن. لسه عايز اقول لك حالا انا الفيرتيكال ازاي؟ انا كده قلت البلاد قلت السكشوال, انا الفيرتيكال ازاي؟ قبل ما يتجوزوا. بس خلي بالك من حاجه, هل منطقي ان كل اثنين هيتجوزوا عاملين بي سي ار ولاد عشان اكس؟ لا يعني اصل خلي بالك من حاجه, احنا مش خلي بالك من حاجه عايز اقولها, احنا بنتكلم في بوست بنفيت ريليشن شيب. يعني اصل انت لو هتدخلي في مرايتال انت هتعملي كل حاجه في الدنيا. فالفكره هي لو انت سسبكت اوكي اذروايز يعني نسبه الايدز بعد سبكت مش هتعرف تعمل مشاكل. وكانت كانت مجتمعات القاهره اسكندريه المدن عندنا النسبه عندنا تقريبا نادره, عشان كده انا ما ببقاش قلقان قوي من القصه اللي موجوده عندنا. لكن هديك مثلا مثال تاني يعني مش هديش علاقه بالبريماتال. احنا مثلا في المستشفيات الخاصه او المستشفيات الحكوميه لما بيجي لنا عيان من غينيا من غانا من نيجيريا او كده بتبقى ادمتد في المستشفى قبل ما بيدخل بنعمل له سكريننج بالاتش اي في, لان انا جاي من بلاد سسبكت ان يكون عندهم ايه اتش اي في. لكن مش عيان مصري بيخش المستشفى عمري ما حد فينا دخل المستشفى تعمل له اتش اي في سكريننج. فالفكره حسب انت بتسسبكت ولا بريماتر عشان نطمن هم ما عندهمش. لو الام حامل فاكيد ان ما تبقاش حامل, لو حامل ما تقوليش طبيعي, لو قلت طبيعي ما تغلطش. اتفقنا؟ ده البريفنشن عندنا. ما عنديش سبيسيفيك بريفنشن لغايه النهارده, ما عنديش افيلبل. يمكن في فاكسينز اند ترايل بس لغايه النهارده ما عنديش فاكسين افكتيف للايدز عندنا. اتفقنا؟ طيب ده الايدز, ده الاتش اي في عندنا. الحاجه الاخيره في الكونتاكت هو مرض قلب الهرس. عارفين مرض الهرس موجود من امتى؟ انت عارف قدم هذا المرض من امتى؟ زمان. نعمل فرعون ده بجد؟ بجد حقيقي فعلا. ولقوا في المخطوطات الفرعونية في المتحف المصري لما نقبوا على المخطوطات لقوا مخطوطة عن خيامون كان عنده بالهرس هيماتوبيا, ومن حطب الرابع كان عنده منسون نيم مثلا. حاجات دي بتيجي في الام سي كيو طبعا. طبعا خلي بالكم اكتبوا ده, اكتبوا في الورقة عندهم. يبقى توت عن خيامون كان عنده هيماتوبيا, ومن حطب الرابع كان عنده ايه؟ منسون نيم. اكتبيها عشان ما تنسيهاش. يا السؤال بس عايز اقول حاجه, ان مرض البلهرس هو مرض موجود منذ قدماء المصريين. السؤال ليه؟ عندنا الريزرفوار والسنيل و بلد زراعيه فيها ايج بوست انفورمنت عشان المثلث, صح؟ المثلث طول ما هو موجود في المروه يبقى عشان المثلث موجود عندنا, ان الايجنت موجود, الهوست موجود, الانفايرمنت موجود, كل الظروف مناسبه لانتشار المرض عندنا. عشان كده مرض البلهرسه من الامراض الانديميك في مصر منذ قدماء المصريين. القصه ازاي؟ ممكن احكي لكم القصه اللي حكاها في البلد, مش مهم تفاصيل لايف سايكل بس عشان نفهم القصه عندنا ازاي. القصه بدات ان في ناس فلاحين كتير جدا وما زالوا لغايه النهارده خضار عندهم الادلت ستيج موجوده في البلادر ولا في الانتستين.
حسب لو هي ميكروبيا موجوده في البلادر، لو شيستوزوما مانسولاي موجوده في الانتستين. الادلت ستيج بتهاتش مين؟ اكس. فكيك اللي هي تيرمينال السباين، مش عارف الوتر السباين حاجات البارد، بتنزل اكس فين؟ في الستول. حسب بقى لو هيماتوبيا بتنزل في اليورين في البلادر، لو مانسولاي بتنزل في الستول لانها في الانتستين. فالفلاح وبعدين عندهم الصرف الصحي بيقع في الترعه في نهر النيل، بيستحمى في الترعه مفيش مشكله قدر حاجته هناك. المهم في النهايه وصل عندنا الاكس للترعه. الاكس بتاعت الهيماتوبيوم او المانسولاي حسب الفيكيشن او يورينيشن، الاكس بتحول لحاجه اسمها ميروسيديوم، وكانت بتدور على السنيل، ودي كلمه السر، لان دي الانترميديت هوست اللي كان اسمها مش عارف بيونيا ترانكيتس او ارسلاريا الكسندريا. السنيل عندنا بتخش جواها تتحور ولازم تكمل جزء من اللايف سايكل بتاعتها لغايه ما تخرج من السنيل سيركاريا. فاكرينها؟ ودي السيركاريا بتطلع من السنيل عامله زي الدوده كده بتجري في الميه او في الدرع، بتفضل عايشه لمده 3 ايام. بتفضل عايشه لمده كام؟ 72 ساعه. ايه اللي بيحصل في 72 ساعه دول؟ واحد تنزل يستحمى في الدرع، خلي بالكم، او ست نازله تغسل ايه؟ الهدوم او تغسل المواعين او تقدر تغسلها في الدرع عندنا. فاللي حصل ان ميه الدرع جت عليهم. مين اللي عمل ديكيشن للجلد؟ السيركاريا. خلي بالك بتبنتريت ايه؟ انت اسكن. عكس اللي فاتوا كلهم تيتانس ريجز اتش اي في كانت محتاجه ايه؟ انجل. ايه ده؟ الاتش اي في كمان؟ حتى الانجل، حتى الاتش اي في، بس انجل ان شاء الله ماينور بسيط قوي، عشان كده بيجي عن طريق نيدل بليك، عن طريق باتن سيفيوجن. ليه هو سيكشوال ترانسميتد؟ بيبقى في ابريشن بسيط قوي. اوكي؟ ابريشن بسيط قوي. وخاصه الكونسنتريشن عالي جدا، عشان كده اي ابريشن بسيط تخش من خلالها. النهارده دخلت عن طريق الانتكت سكين، دخلت السيركاريا عن طريق الانتكت سكين وعملت حاجه اسمها مايجراتوري ايه؟ سايكل، غابت تلف. هتلف بقى في اللنج ثم تستقر فين بقى السيركاريا؟ حسب يا اما تستقر في الانتستين في النهايه، يا اما تستقر في البلادر حسب ايه؟ اصلها هيماتوريوم ولا اصلها ايه؟ مانسومات. وتبدا تستقر ادلت ستيج، يبدا ده يبقى عيان جديد ويبدا يهاتش اجز في اليورين او في الستول، وتستمر اللايف سايكل عندنا. دي كانت قصه البلهارسي عندنا او انتشارها في الحياه عندنا. فهمت القصه عندنا؟ دي كانت قصه البلهارسي. طيب طبعا هو ايه اللي هيخلي البلهارسي طول عمرها موجوده؟ كل حاجه عندك مستقبل. الايجنت عندك مشكله فيه؟ لا، عندك عينين كتار وعندك ناس كتيره وسنيلز موجود، عندك مشكله في الهوست لسه بينزلوا الترع لسه بينزلوا الترع لسه. لا لا بس مش يعني بقى اقل كتير صح؟ مفيش ترع تتنزل فيه؟ لا في ترع يعني مش. انت بص على فين؟ انت بص على فين؟ انا عايز اقول لك على معلومه مش عارف اقولها. قال لك مفيش ترع. صار مفيش ترع تتنزل فيها. الحته اللي رحناها دي بقى الناس كانت في بتطلع واحنا حاجه ثانيه يا ابني. كان فيها بتتكلم على محيط القاهره وحواليها. اطلع بقى في القريب اكتر، اخش في الصعيد اكتر. انت لو دخلت في قرى بس والله في البار قالوا لنا ان السنيل بدا يختفي. ما زال السنيل موجود عشان يبقى موجود. اوكي. لا السنيل مش اختفى، ده بالعكس، ده قالوا اختفى بسبب العادات السنيل التلوث. حتى السنيلز حتى السنيلز والله ربنا يكون في عون. اذا كانت السنيلز ما استحملتش السنيلز ماتت. السباحه كويس جدا. لازم عندنا مقاطع ان احنا قتلنا السنيلز بالزبالة. قاصدين اصلا. طيب والله احنا الشعب بتاعنا شعب عظيم. احنا لو هنحلل الهواء اللي احنا بنشمه والاكل اللي احنا بناكله وتطلع فيه داتا احنا عايشين لغايه دلوقتي ازاي؟ يعني معاك دي قدره ربنا والله بجد، ده ستر ربنا بالناس الغلابه دول. انك انت رغم كل البوليوشن، انتوا عارفين احنا السكند سيتي كايرو ذا سكند سيتي اول اوفر ذا وورلد في نسبه الاير بوليوشن. مين الفيرست؟ المكسيك. حاجه في المكسيك ده في لا في الحوادث المكسيك اول وبعدين لا بتكلم في البوليوشن كمان. فانت بتتكلم في اير بوليوشن، فاحنا عندنا كميه بوليوشن هايله. مين اللي عدانا؟ مين المكسيك؟ سايبين الاول هنجيبهم هنجيبهم. طيب انهي هاو نرجع تاني للقصه بتاعتنا. طيب حد يقول لي وات الديفينيشن اوف الهرس؟ كوميونيتبل بارازيتيك ديزيز افكتنج ايه؟ على حسب جينيتيك بلادر او جيني. ممتاز 100%. كاركترايزنج باي ايه؟ حد عارف الهيماتوبيوم كانت كاركترايزنج باي ايه؟ تورمال هيماتوريا. التورمال هيماتوريا العين كان بيشتكي منها ازاي؟ كان بيقول لك يا دكتور كنت بعمل اليورين بتاعي وفي اخر اليورين كان فيه ايه؟
2 او 3 drops of blood. خلي بالكم الهيماتوريا هو بينزل drops of the blood بس في الاخر, يعني في اخر ما بينزل دي كاركتيريا, لان في عندنا initial هيماتوريا وفي midstream هيماتوريا لكن هي terminal هيماتوريا. طيب دي المانسوناي الهيماتوريا ممكن تكاركترايز بايه؟ ديزنتري لا في اللي حاجه اهم كانت تعمل بورتال هايبرتنشن وهيباتس بينهم, كانت بتعمل بورتال هايبرتنشن وهيباتس بينهم. طب ده الديفينيشن وات از ذا كوز اوف اورجانيزم الزوماتوبيا من مانسوناي دول اهم اتنين. في حاجات تانية؟ اه جابونيكا في بقى جابونيكا مارفي الى اخره, وكان في حاجات انواع كتير قوي لا في كتير بس احنا في الاخر يهمنا مين الهيماتوبيا مانسوناي. تلاقي كتاب كانت حاجات كده لكن يهمنا الهيماتوبيا مانسوناي. الله يرحمه كان في احد الاساتذه رحمه الله ويحسن اليه وانا ممتحن الفيرست بارت ماجستير زمان, فبقول امتحن بارا عادي مع الثالثه. فطبعا انت بتبقى داخل في ماجستير ما بتبقاش مذاكر بارا زي بتاعه الثالثه, انت بتبقى مذاكر غالبا كم موضوع مهمين الحاجات الاساس اللي ريتد للتخصص بتاعك. فبما ان الكوميونتي انت بارا داخل فيه كتير فكنت مضطر اذاكر البارا كلها بس ما كنتش بحب البارا الامانه. دخلت الدكتور الله يرحمه حسين اللي كان الناس الكبار قوي, فقال لي اقعد يا ابني انت ماستر ايه اسمك ايه خد البيانات, قال لي هقعد اسالك في الشيستوزوما. قلت الراجل ايه طيب جدا خلاص بسأل في الحاجات الكبيره يعني الراجل ما دخلش معايا في تفاصيل. فقال لي كم نوع في الشيستوزوما تعرفهم؟ قلت له فيه هيماتوبيا مانسوناي. قال لي في ايه تاني؟ قلت له في جابونيكم. الجابونيكم ايامنا وقت ما احنا كنا طلبه ما كناش نعرف عنها غير اسمها بس, مش احنا اي حاجه خالص ولا اي حاجه اي حاجه كل سنين ولا فيش اي حاجه في الكتب ده يعني ما ضافوش حاجه من ساعتها. طب الحمد لله ما اتغيرش الطب زمان يعني. فدخلت الراجل قال لي قلت له في جابونيكا؟ قال لي ايوه هسالك بعد جابونيكا. قلت عشان ما احرجش نفسي واحرجه قلت له حضرتك انا ما اعرفش عن جابونيكا غير اسمها, قلت عشان نوفر على نفسنا الايه القعده عشان برضه ما يسالش. فقال لي يا ابني انت بس متوتر واعصابك بايظه وانا عارف انك انت قلقان. قلت له مش موضوع اعصاب, موضوع ما اعرفش حاجه عنها اساسا. قال لا بس ما اهدى بس يا ابني كده كده انت دايما كده متسرعين, انت كده صغير كده وانتوا الشباب الصغيرين. قلت له اتفضل اسال يعني انا مش هحرج حضرتك اتفضل اسال. قال لي طيب قول يا ابني بقى مين اخطر الهيماتوبيوم ولا الجابونيكم؟ جابونيكم عشان بس يسيب الاثنين. جه في بالي قلت ما دام الراجل بيسال على الجابونيكم يبقى كده اخطر, ده بيجيب لي مش اخطر مش علما والله. فقلت له الجابونيكم اخطر. انا شفت انت مذاكر ازاي, انا شفت انت مذاكر ازاي, شفت انت مخبي ازاي. قلت له خلاص لو عارف ان انا مذاكر خلاص انت اقوى انت استاذ كبير وبتاع. قال لي انتوا بس كده بتستعجلوا لكن لما تفكروا بتجابوا فانتوا بس انت مذاكر بس. هو بقول لك انت موجوده في وقتها اللي موجوده في الترعه وموجوده في في السويل نفس الوقت اللي موجوده في الترعه بس انا شايفتها اوكي. انهي مش قصتنا مش عينا الكلام ده خالص مش عينا عشان حد يقعد يذاكره. نرجع تاني يبقى دي عندنا حد يقول لي وات ذا كوست اوف ايجنت قلت هيماتوما من سوناي. هل في كروس ميديا في انواع تانيه زي ما قلت مش مهمين؟ هل في كروس ميديا بينهم وبين بعض؟ انفورشنتلي نو مفيش بينهم وبين بعض كروس ميديا. الريزيستنس اخبارها ايه؟ هاي ريزيستنس هزعل منك قوي مودريت ما جبناش سيرتها في الهاي ريزيستنس دي كانت من الحاجات المودريت ريزيستنس حبيبي. وات از ذا ريزرفوار؟ عايز حد فاهم مش حافظ ها المان كان في الاكيوت انفكشن بس لا مان خلي بالك من حاجه مان انا بتكلم عن مانسوناي وهيماتوبيوم لان انا مال ريزرفوار في حاجات ثانيه مش علينا بس بتكلم عن هيماتوبيوم ومانسوناي. مان كيس ولا كارير؟ كيس بس. ليه كيس بس يا عمرو؟ عشان يبقى عنده الاج عشان يهاتش الاكس ده منطقي يبقى المان از كيس بس عندنا. وات از ذا بورتر اوف اكزيت؟ يورين او ستول. يورين او ستول حسب هيماتوبيوم ومانسوناي معايا. وات از ذا كوميونيكابيلتي بيبيت؟ لا انكيبيشن ده يورين كده كده حد يقولها لي بشكل جمله محترمه اسدون جاز ده عنده بايه؟ بيباس. طب دكتور وانا في الريزرفوار مش هجيب سيره السنيكز في حاجه؟ عايز احطها كانترميديت هوست ماشي عايز تضيفها كانترميديت هوست اوكي. طب وات از ذا مود ترانسميشن؟ بنتريشن اوف انتنس باي السيرك اللي كانت موجوده فين؟ بتاع بعد ما عدت من السنين وتبقى بقى اسم السنين اتفقنا. يبقى ده بالنسبه لنا كمود ترانسميشن. وات از ذا انكيبيشن بيريد؟ وات از ذا انكيبيشن بيريد؟ هي افريج اسبوعين ما عنديش مشكله من 2 ل 6 اسابيع افريج اسبوعين انا موافق باعتبار حسب نوع بقى الهيماتوريوم او مانسوناي. تقريبا كان 35 يوم في المانسوناي و 70 يوم في لا مش لغايه 70 يوم لغايه قبطه شهرين قبطه شهرين مش لدرجه 70. بس دكتور هو مش كان بيبدا الاتشنج والدرماتيتس وكده مع الفيرست 3 دايز؟ لا مع دخلت
فاهم احنا بنتكلم عن لا خلي بالكم من حاجه يا جماعه خلي بالكم من حاجه لما بتكلم على كلينيكال بيكتشر مش بتكلم على ان حصل اريتيشن بسبب دخول بكتيريا او فيروس او وات ايفر ما هو اي حاجه في الدنيا هيحصل لك اريتيشن للسكن دي مش بتاعه كلينيكال بيكتشر بالنسبه لي الكلينيكال بيكتشر بالنسبه لي هي ايه يا اما بروجوما او سيجوفانسيز بينه وبينك الكونتاكت ملوش بروجوما ليه ملوش بروجوما خلي بالكم من حاجه الجاستروانترايتس والدروبلت كان ليها بروبروما دي لان الاورجانيزم كان اول دخوله عن طريق الجي اي تي فكان بيعمل اريتيشن لجهاز الجي اي تي سواء الاستومك او الانتستين او وات ايفر فكان بيجي لك نوزيا فومتنج دايريا لغايه ما الاورجانيزم يقرر هيطلع على الليفر هيطلع على فين اند سو اون الدروبلت كل افكت ريسبيراتوري لكن الكونتاكت عندنا ما فيش تارجت معين دخل افكت فيه لو اتكلم على السكشوال ترانسميتد الايدز هو دخل على الميون سيستم فكان بيقعد ساكت ما بيعملش حاجه خالص لغايه ما يفكت الميون سيستم لو اتكلم على التيتانس هو داخل هيعمل بقى الووند انجري هيطلع على السي ان اس فلذلك اريتيشن للجلد وقت الدخول ده مش كلينيكال بيكتشر اوكي طيب سستاتيفيتي اند ريزيستنت وات از ذا ووتر اوف انتري سكن هو انت حر ولا انا حرام بس نفتك كيف حتى الورق مش حر حتى الورق محمد شو ما في بسوش العين resistant حد يقول لي بس الخمس نقط لكن الكتاب ممكن يزود فيهم شويه what is the border of entry intact skin intact skin what is the age any age لا هو موجود في اني سن اكتر حد يقول لي موجود في اني سن اكتر العيال بتعرف ترى موجود اكتر في العيال الصغيره ليه في العيال الصغيره العيال الصغيره انا بتكلم من 10 ل 20 سنه ليه السن اللي بينزل ايه الترع بس ما هو برضو الستات الكبيره بتغسل المواعيد وارد لكن بقول اعلى اعلى ستات بقول اوكي عشان لما اجي في السكس ديفرنس حواليك مين اكتر في السكس الرجاله ولا الستات الرجال الاصل الرجال هم مور اكسبوجر عشان بينزلوا الترع اكتر من الكسفوش و الى اخره لكن الستات برضو ريسكي بسبب ان هم ايه بيغسلوا الكوبايات والمواعيد والهدوم والحاجات كلها في الترع اتفقنا الاميونيتي عندنا ميجي بتاعتك في الهلسة الأمانة إزرادة الإميونيتي وبتبقى طايب سبيسيفيك ليه طايب سبيسيفيك؟ عشان هما يدينه لكن لغاية النهاردة كناتشرال إميونيتي بس لكن كارتفيشال إميونيتي ما عنديش فاكسين أفيلبل لغاية النهاردة لكن المفاجأة يمكن أقول لكم حاجة أنتوا عارفين إن عندنا هي بتخف تماما خلاص وارد وبعض الناس لو ما قلبتش كرونستي لو ما قلبتش كرونستي الارتفيشال عندنا ما عندناش فاكسين لكن الحاجة اللي تزعل إن عندنا ارتفيشال فاكسين أجينس الجبنس في الغرفه الشمالي هنا اوكي يبقى دي بالنسبه لنا قصه الايه يبقى الارتفيشال ما عندناش ارتفيشال الجابونيكا ولا هيماتوبيوم عندنا الانفايرمنت اكتر فيه رورال كوميونيتي لو سوشيال كوميك لو ايديوكيشن ليفل صح ولا غلط عشان دي المجتمعات اللي ما بياخدوش البريكوشنز ما بيسمعوش الكلام فدي الناس عرضه فيها اكتر جدا عندنا يبقى تاني رورال وعندهم سنيلز والترع يبقى اتكلم على الرورال كوميونتي لو سوشيال كوميك لو ايديوكيشن ليفل عندنا دول اكتر ناس عرضه للايه للبلهارس يعني تفخر طيب وات از ذا كلينيكال بيكتشر يلا حد يقول لي وات از ذا كلينيكال بيكتشر اوف بلهارس صحصحوا معايا حسب ايه هيماتوبيوم ولا مانسولايت لو هيماتوبيوم ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها يورينري سيمتومز كلها تنتهي بكلمه تورنال هيماتوبيا تخاف عليها من ايه اليورينري او الهيماتوبيوم ايه الكومبليكيشنز بتاعتها في النهايه الهيماتوبيوم لوحدها الكانسر بلاد ده انا عايز اتفق معاكم قلت لكم الكلمه دي قبل كده مش عارف قلت لكم ولا لا ان بيقسموا الكانسر بلاد في الطب لحاجتين استيزومال بلادر كانسر ومانشستيزومال بلادر كانسر اوكي بما ان الشيزوما هي اهم ريسك فاكتور للايه للكانسر بدر عندنا طيب دي الهيماتوبيوم المانسولايد وات از ذا كلينيكال بيكتشر اوف مانسولايد جي اي تي سيمتومز دي سنتي واو الى اخره زي ما انت عايز لغايه ما تنتهي بالبورتر هايبرتنشن والهيباتوس ميلين وايه ميجالي اوكي الايه لا يمين المانسولايد
يميل للانسولين. اوكي؟ وعلى فكره باي ذا واي ان البورت هايبرتنشن اللي بس من الميجرين بير سي از كومبليكيشن لل ده هي بس كان ممكن تؤدي في النهايه الى انها احد اسباب الليفر سيروسس. يعني كان ممكن تعمل عندنا ايه؟ ليفر سيروسس. فتلاقي ان المصريين الليفر تعبان ما بين حاجتين، ما بين هيباتيتس وما بين ايه؟ بالهرس. فانت عندك اتجاهين الاثنين يبوظوا في الليفر، الهيباتيتس اندميك والهرس في مصر ايه؟ اندميك. اوكي؟ طيب دي الكومبليكيشنز اند هاو كان وي دايجنوز بالهرس لو حد فكر من بره؟ هاو كان وي دايجنوز بالهرس لو حد فكر من بره؟ الكلينيكال بيكشر هتساعدك في التشخيص طبعا، ولو عايز تعمل انفستيجيشن ديتكشن اوف ايجنسز اللي هي كان الايجنس كان كاركترستيك في الاستول او في اليورين، وكان دي كل واحده ليها شكل مختلف مش مهم التفاصيل بتاعتنا. في عندنا برضو انترادرمال تيست ممكن اشخص بيها عندنا البلهرس، وكان في بعض السيرولوجيكال تيست ممكن اشخص بيها الايه؟ البلهرس. اتفقنا يا شباب؟ ده بالنسبه لايه؟ البلهرس. وات از ذا بريفنشن اوف بلهرسيزيس؟ حد يقول وات از ذا بريفنشن اوف بلهرسيزيس؟ الجنرال كله. انا عندك سبيسيفيك حتى البرازيك كوانتيل ده مش كيموبروفلاكس ده ايه؟ سيرو ده فين؟ اوكي؟ فما عنديش حتى كيموبروفلاكس. فالحل جنرال بريفنشن عندنا. انا محتاج حد شاطر يقول لي وات از ذا جنرال بريفنشن اوف بلهرس؟ هيلث اديوكيشن. هيلث اديوكيشن للناس على المود ترانسميشن والبلايد بهرس. اثنين سنين كنترول. فاكرين ممكن نعمل تابنج للسنيز ونستخدم ويزل سايز وسوان. ثلاثه انتوا انتوا خدتوني في سنين على طول. انتوا بداتوا بس بدايه في الاول. نعمل كوميونتي ديفولبمنت صح ولا غلط؟ ونعمل دي كريشن فاسيلتيز للناس. اصل دايما عايز اقول لك على حاجه، حتى لو بنعلمها في تربيه الاطفال ما تعلمش او ما تواجهش ابنك ممنوع ممنوع ممنوع، لان احنا عندنا قاعده تقول الممنوع مرغوب. فلو تقول لابنك ما تعملش ما تعملش ما تعملش، هو هيعمل من باب الاستكشاف او من باب العيب. وما الحل ايه؟ ادي له حاجه ثانيه. هي دي الفكره. هتقعد النهارده الولد بيجي عند حاجه معينه اقول له طب ايه رايك فيه؟ هي الفكره ان كتر ما تكونش دي ممنوعه فبتاخد الاتنشن بتاعه لحاجه ثانيه. نفس القصه، انت النهارده بتعمل في مجتمع رورال كوميونتي مشكلته نزول الترعه. هتقول للناس ادي ضهرك للترعه، ما تنزلش الترعه، الترعه غلط. لكن هي الفكره احنا بنتكلم بمنطقي شويه، هم البديل الوحيد بتاعهم في الفسح والخروج والكلام ده كله هي ايه؟ الترعه. الست ما عندهاش ميه في البيوت فبتقعد تغسل في الترعه. فهي البوينت في حاجه ان لما اعمل كوميونتي ديفولبمنت عندهم مثلا ساحات يخرجوا فيها، اماكن ممكن يخرجوا فيها ثانيه غير الترعه، ان البيت يكون فيها ووتر سبلاي فاسيلتيز، بس انت ما تضطرش تخرج للترعه، يبقى وجود الكوميونتي ديفولبمنت في حد ذاته هيخلي الناس ما تنزلش الترعه. ده نمبر 1. نمبر 2 بقى اللي حضرتك قلتيه ان او قبل نمبر حضرتك نمبر 3، نمبر 2 ان نعمل سوشيال كوميونتي ديفولبمنت وهيلث اديوكيشن. صح. كل ما كان المجتمع اكثر غنى وكل ما كان المجتمع الادكيشن او التعليم فيه احسن، كل ما تقدر تواجه المشكله فيه ايه احسن. زي ما قلت لكم المشكله كانت مجتمع فقير وايه وجاهل. ثلاثه ادي الناس هيلث ادكيشن زي ما احنا اتفقنا ان احنا نقول للناس المرض بيتنقل ازاي، الوقايه بتاعته ازاي، والى اخره. اربعه نعمل بقى السنين كنترول عندنا دي في الكنترول النوتيفيكيشن. انا بتكلم على البريفنشن. اربعه نعمل بقى السنين كنترول كده منه بقى موست سايتس كيميكال ميثود بايولوجيكال ميثود وتقدر عشان السنين دي تعتبر انترميديت كوست. يبقى دول اربع طرق لو انا عملتهم بشكل افكتيف يفيد القضاء على البلهرس. اتفقنا؟ يبقى ده بالنسبه للبريفنشن اوف بلهرسيس. سهل كده يا شباب؟ اوكي؟ طيب في الورق قدام حضراتكم هتلاقي في حاجات بس صغيره هنحتاجها من الكتاب. لحد ما يبدا ايه؟ قبلها طبعا ننتظر السامبل تدخل معاه. عندنا عندي في كتاب سكشوال ترانسميشن صفحه 144 وانا بس اقول لكم في كم عندنا للامانة في عندنا حاجات زيادة. ده حاجات زيادة على الكونتاكت. حاجتين نظري فقط وحاجة واحدة نظري مهمة. ايه الحاجتين نظري فقط؟ صفحة 144 حاجة اسمها sexual transmitted diseases. هل sexual transmitted diseases تعتبر a public health important في المجتمع ولا لا؟ بمعنى اخر هل sexual transmitted تنتشر في مجتمعات معينة واندمك فيها او not؟ Yes. Why? Why the sexual transmitted is endemic in some countries? Why sexual transmitted is so important in some countries? Why? Due to Asian host environment. Due to Asian host environment. واحد.
وهنا بيقول لك الهوست موجود اكتر في الناس السيكشوال اكتف. الحاجات اللي احنا قلناها بس بيعد او بيقولهم عندنا اكتر شويه ان موجود اكتر في الناس السيكشوال اكتف من 15 ل 40، ان موجود اكتر في الناس ان السيكشوال ترانسميتد كبيهيفير عندنا سنسيتيف ايشو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس دايما بتتكسف انها تتكلم في حاجات السيكشوال. حتى فاكرين لما خدنا الريبرودكتيف هيلث تعمل ام سي اتش، قلت لكم لازم ندي للناس او للفيميلز في فتره الريبرودكتيف ايج او من اول منارك سيكشوال هيلث كإدوكيشن أو ككاونسلينج، لأن الناس بتتكسف تتكلم في الكلام ده، بتتكسف يعرفوا معلومات عن الكلام ده كله، فده بيخلي المرض إيه؟ بينتشر أكتر. هقول لكم حاجة سيميلر. التي بي كان من الأمراض المرعبة زمان قبل الريفامبيسين والبي سي جي والحاجات دي. عارفين إيه سبب انتشار البي سي جي أت ذا تايم؟ أو حد أصلا انتشار البي سي جي أت التي بي أسف أت ذا تايم؟ اتش أي في. مش بس الاتش أي في، اللي كان في المجتمعات الفقيرة بيتكسفوا يقولوا إنهم فقراء. يعني وصمة عار انت فقير وغلبان وانت جالك تي بي، فلذلك كانت الناس اللي جالها تي بي كانت بتبقى مكسوفه، تبقى فضيحه في العيله كلها، فيبقى بيكح وبيخرج دم ومتبهدل ومروحش للدكتور ومش عايز يسال حد ومش عايز يصرح لحد ومش عايز يقول لحد. ليه؟ خايف يبقى عنده تي بي يتفضح. فاللي بيؤدي ده لما الراجل ده خاف ومكسوف وفضيحه عن سؤال ادى الى ايه؟ فدي فكره الايدز برضه، ما دي اكزامبل حاجات سيكشوال ترانسميت الناس بتتكسف تتكلم فيها، فمعناه ان هو بينشر المرض ما حدش حاسس بيه عندك. اوكي الحاجات طبعا زي ما قلنا ان اغلبيه حالات السيكشوال ترانسميت اسيمتوماتيك. انا قلت لك الايدز بيقعد كام سنه في انكيبيشن بيريد؟ 15 سنه. وحتى لما يجي يشتكي بسيمتوم يشتكي بحاجات ايه؟ نون سبيسيفيك، فبيخلي تشخيص المرض ايه؟ صعب، وبيخلي عينه يروح للدكتور. اصل يروح للدكتور ليه؟ لانه ما عندوش حاجه اصلا لو قعد طول هذه الفتره عندنا. اوكي طبعا بيقول لك ان من ضمن الحاجات في الهوست المالتيبل دو مالتيبل سيكشوال بارتنرز، بس يمكن مش مجتمعات في مجتمعات ثانيه عندنا. اوكي هو هنا بيقترح ان ممكن تبقى قصه اكتر في الفيميلز، او خلينا نقول لك انها اخطر في الفيميلز. دي اخطر في الفيميلز عشان بريجننسي اللي احنا بنسميه انفيفربل اوت كام اوف بريجننسي. ده الهوست. الايجنت ان عندنا اسباب كتيره جدا للسيكشوال ترانسميتد، بكتيريا وفايرال وبارازيتيك ديزيز. البكتيريا زي ايه؟ عارفين السيفلس والجونوريا والكلاميديا، هم دول بكتيريا. طب الفيروس زي HIV والهربس. اوكي وعندك الباراسيتك زي ترايكوموتس فاجينايتس لو انتوا فاكرينها زمان، لو خدتوها من البدن حاجات كانت فيها بالسيكشوال ترانسميتد عندها. يبقى وجود اورجانيزمز كتيره جدا بيخلي السيكشوال ترانسميتد تنتشر بشكل كبير قوي عندنا. المشكله الاورجانيزم مش بس بيتنقل بسيكشوال بس، ممكن يتنقل بحاجات ثانيه. انا لسه قايلكم نهضر اتش اي في بيتنقل بايه؟ بالسكشوال بالبلد بالفيرتيكال. فحتى ايفن ممكن واحد ينقله بالبلد وهو ينقله بسكشوال بعد كده. فمشكله السكشوال مش بس محتاجه سكشوال كونتاكت بس، وكل ما المرض كان ليه اكتر من مود اوف ترانسميشن كل ما كان اكثر انتشارا وصعوبه في الجسم. طيب قال لك ان الاورجانيزم يسبب عندنا الاورجانيزم ضعيف بره الجسم. اوكي رغم الاورجانيزم ضعيف بره الجسم الا انه جوه الجسم بيعمل ايه؟ مصايب كتير جدا. يعني رغم ان هو ضعيف بره الجسم بس جوه الجسم بيعمل مصايب كتير جدا. اوكي ومشكلته ان هو الاورجانيزم بيأتاك ميلي في الجسم الايميون سيستم او الميتي، فعنده بيموت من اي اوبورتونستيك انفكشن عنده. اتفقنا يا شباب؟ ولغايه النهارده الاورجانيزم لغايه النهارده ما عنديش فاكسين ليه. يمكن الهيباتيتس بي بس اللي ليه فاكسين، لكن بقيه الحاجات كلها بكتيريا وفيرال وبارازيتيك ما لهاش فاكسين افيلبل عندنا. الانفيرمنت قالوا ان الاربانيزيشن او التمدن او التحضر سبب زياده في الاتش اي في او السكشوال ترانسميشن عموما. ليه التمدن او التحضر زود فيه؟ بقى مور اوبن مايندد، وبالتالي نقلل لهم باد هابتس ما كانوش بيفكروا فيها او ما كانوش بيعملوا فيها. الفلاحين كان كلتشر عندهم ثابته، ما كانش بيجرأوا يعملوا، ما كانش حد بيجرأ يتكلم حد، ما كانش كانت كلتشر موجوده، ما كانش متخيلين في حاجه ثانيه بتحصل غير كده. لما فتحت الانترنت والشانلز ثرو الماس ميديا وبدات الناس تسافر بسهوله، شافوا باد هابتس ورجعوها لبلادهم. اتفقنا؟ فده كله ساعد على ايه؟ ان هم اكتسبوا سلوكات سيئه ما كانتش موجوده عندهم في مجتمعاتهم. اوكي؟ الانترناشونال كوميونيكيشن بنفس الفكره، ان اتصال العالم ببعض وسبب انتشار السكشوال ترانسميشن اكتر. اوكي؟ زياده الفقر عندنا. شكرا يا محمد، شكرا. زياده الفقر عندنا، وقلنا ان الاتش اي في بينتشر او السكشوال ترانسميشن تنتشر في المجتمعات الفقيره، مش عشان السكشوال كونتاكت عندهم اكتر، عشان ايه؟ بريكوشنز عندهم، ما بيتوش بريكوشنز وما بيعرفوش الاوانس بالقصة عندنا. طيب ده بالنسبة للايه للاورجانيزم. بس عندنا طبعا بقول لك فترات الحروب والكلام ده كله بتزيد السستابيتي اوف سكشوال ترانسميتد. اما الرجالة بيروح الحروب الرجالة بتقتلوا،
فبيبقى رجاله قليلين فبيحصل بقى ايه ان بتنتشر او بتزيد زياده سيكشوال ترانسميتد ديزيز. اتفقنا؟ طيب ده بس سؤال ليه سيكشوال ترانسميتد موجوده او بابليك هيلث امبورتنت حاجه. دي اول حته. انت كيف ساعه؟ ده لسه بدا يجي لي بقيت مبسوط وسعيد ايوه كده تعبت خلاص. محمد ايه في التكييف؟ مش تقفله؟ يا استاذ محمد يا استاذ محمد ده ملوش ده كان قدام الريموت وبالعافيه يعني بيقول ورا الريموت انت بتتكلم كلام في حاجات غريبه تقول لك الريموت مش ريموت ايه بس مش اشتغل التكييف الاول. طيب السؤال الثاني هيقفله هيقفله خلاص. ايه ده لا اله الا الله مباراه. طيب ده تكنولوجيا. صفحه 147 سؤال نظري فقط برضه اتش اي في سيرفنس. احنا خدنا السيرفنس في الجنرال فاكرين ايه سيرفنس؟ كلمه سيرفنس ثاني مراقبه انك تشوف المرض بيزيد ولا بيقل. هنا بيقول لك انك انت بتشوف عندنا حاجتين بتشوف المرض نفسه بيزيد ولا يقل وبيهيفير نسبه الغير ولا لا. تاني صفحه 147 انت بتراقب حاجتين بتراقب ان المرض نفسه بيزيد ولا بيقل وبتراقب نفسه سلوك الناس بيتغير ولا لا. اصل سلوك الناس ممكن ياثر في انتشار الايه سيكشوال ترانسميتد صح ولا غلط. طيب راقب المرض نفسه بالبيولوجيكال سيرفنس بعمل حاجه اسمها سنتينيل وريجولر. سنتينيل سيرفنس خدناه ولا لا؟ يعني كلمة سنتينيل كان في كنا بنختار حاجه ونعمل سب بوبوليشن. قلت لو عملت ناشونال بيست سيرفنس اراقب الناس كلها يبقى اسمها ناشونال بيست سيرفنس. لو عليك جروب معين يبقى اسمها سنتينيل او سب جروب. ممكن تعمل ريجولر سكريننج للناس البلاد دونر الاوكيوبيشنال بيشتغلوا في الجراحين والناس النيرسز اللي متعرضوا للبلاد. تعمل سكريننج يا اما تعمل سكريننج للجنرال بوبوليشن يا اما تعمل سكريننج للسبيشال بوبوليشن. السؤال التقليدي مين احسن اعمل سكريننج للجنرال بوبوليشن ولا للسب حسب الفلوس والريسورسز والوقت والمجهود ان سو. ممكن تعمل بيهيفير سكريننج. يعني كلمه بيهيفير سكريننج شوف برضه سلوكيات الناس اخبارها ايه يعني النض الفقر بيزيد ولا بيقل السيكشوال باتن بيزيد ولا بيقل. يعني شوف بقى سلوكيات الناس عندنا برضه يا اما تاخدها على جنرال بوبوليشن يا اما تاخدها على سب بوبوليشن. ممكن نعمل اذر سورس اوف انفورميشن. يعني اذر سورس اوف انفورميشن في ناس ممكن تعمل الديث ريجستريشن لان الايدز احد الاسباب اللي بتسبب الديث فممكن نشوف عندنا برضه الديث ريجستريشن. عندنا لو في اسوشيتد انفكشن زي تي بي يعني مثلا تي بي انا مرتبط بالاتش اي في عندنا فنشوف تي بي بيزيد ولا بيقل. الحاجات دي برضه ممكن تساعدني او تديني انديكيتور ان انا الاقي مرض الايدز او سكشوال ترانسميتد عموما. الانديكيتورز البريفلنس ريت والحاجات دي كلها خلي الانديكيتورز لما ناخد الستاتستكس عشان كده الانديكيتور زي ما خلينا لما ناخد الستاتستكس احنا في عندنا دلوقتي اثنين انديكيتورز مأجلينهم بتوع التي بي لو انتوا فاكرين وبتوع الايدز لغايه ما ناخد شابتر الستاتستكس بس. صفحه 151 ودي اخر حاجه عشان نخلص شابتر الكونتاكت. حته صغيره جدا بس نظري مهم تيجي في امتحانات. شيستوزوما ان ايجيبت شيستوزوما ان ايجيبت هل بالهرسم او اسف شيستوزوما سيرفي. يعني ايه كلمه سيرفي؟ خدنا كلمه سيرفي قبل كده واتس مينت باي سيرفي؟ استطلاع فيل انزل مجتمع اجمع. فاكيد لو قلت لكم سامعني لو انا عارف معلومات عن البي بي او معلومات عن الهرسم مش محتاج ان انزل المجتمع. بيجي ان انا في مجتمع ما عنديش سورسز للمعلومات كامله فمضطر انزل المجتمع بنفسي واجمع داتا. نزولك المجتمع عشان تجمع داتا دي اسمها ايه؟ سيرفي. بعملها كم خطوه؟ واحد ستادي اوف ذا انفايرمنتال فاكتور. شوف الووتر تشانلز والناس اللي موجوده والفاسيلتيز اللي موجوده عندهم عندهم ترعه ولا لا والترعه قد ايه وتوزيعتها قد ايه موجوده فين. يبقى عشان تستدي الاريا اللي موجوده حواليك عندها. اثنين ستادي اوف ذا سنيلز. انت كنت عايز تعرف السبب الستيل شوف بقى عددها قد ايه واللي هم سواء البيونس او الكيتس او الانفرن اندريا ديستريبيوشن موجوده قد ايه الانفكتد سنيلز قد ايه تركيزهم قد ايه ان سو. ثلاثه بستدي الهرسه ان ذا هيومن بينج عندنا. أستدي بالهرس عند الهيومن بينج شوف كم واحد مصاب بالهرس هيماتوبيوم وكم واحد مصاب بالهرس مانسونايا. مش كفايه كده ده انا عايز اعرف اكتر حد ايج مصاب قد ايه
اكتر سكس مصاب قد ايه، اكتر سوشيال كوميك مصاب قد ايه، اكتر ما ناس موجوده فيه. عشان مش بس اقول لك ان الاصابه عندنا في البلهارسيز 15%، عايز اعرف نسبتها في الرجاله كام وفي الستات كام وفي كل سن كام، عشان اقدر اقول لك مين مور سسبتبل للبلهارسيز اكتر عندنا. يبقى جسنا كتب الصي ثلاث حاجات، انفايرمنتال فاكتور، بتستدي السنين فاكتور، وبتستدي هيومن فاكتور عندنا. اتفقنا يا شباب؟ ده شابتر كومنت. ناخد بريك 10 دقائق قبل ما ندخل شابتر الروبوت. هديك بريك 10 دقائق. ايه ده؟ محمد جايب سؤال واحد بس. ايه محمد؟ يعني كل فتره بتلم سنيشن سؤال واحد بس؟ والله سؤال واحد بس. اتفضلي حضرتك. حضني محمد والله. بقى الفتره اللي كلها جايب لي سؤال واحد. همتحنه زيادة في الامتحان الجاي، مش عارف حلو ولا وحش. مفيش الاوبشن ده؟ انا والله عشان زعل حضرتك انا هكتب اي، يعني ممكن اكتب اي حاجة بس انت هتزعل في ايه؟ بالظبط. عبد الرحمن حلي عبد الرحمن. يحسنون بالدرجات يا عبد الرحمن ما تقلقش. اساليب في الاول. لا معلش. حسب الحال هكتب اسمي. لك حسب الحال هكتب اسمي مين دلوقتي. طبعا البرسيلة هي تشيك بوكس. بس انا عارف الحاجة اللي ممكن تلخبط الناس. البرسيلة هي تشيك بوكس. والدي بي انا عايز برضه اخليك سر. الدي بي مدام كانت تي بي وسكت يبقى عايز بالماني واكس بالماني. عشان ده معلق في السؤال. انا ليه بقول لكم معلق بس؟ الدي بي مدام قلت تي بي وسكت يبقى بالماني واكس بالماني. يلا. ثاني اضافه ثانيه. قال لك احنا عارفين الاثنين. Thank you.
فانا عايز اقول على حاجه ان ما بيحصلش ترانسميشن للهيومن بينج اكسبت ات ذا ليفل اوف انكريز الفري على بولد اكس. حد فاهم حاجه؟ طب اديس ستيج هيبدا يهاجم الانسان البلدي. بيهاجم الانسان غالبا في اللور لمس. ليه في اللور لمس؟ مش بيطير بينط، فبينط 30 سم فبيأفكت اللور لمس. فالمشكله بيأفكت ايه؟ يا اما بيأفكت بلاد فيبدا يدخل بحاجه اسمها سيبتسيميك بليك، يا اما يقصك في بلاد فيسل فيعمل لك سيبتسيميا. والسيبتسيميا مشكلتها انها بتلف الجسم كله وسام تايمز تستقر في اللنج وتعمل لك واتس كولد نيومونيك بليك. ده انا عايز اقول لكم مصيبه، ان مشكله النيومونيك بليك انها لما تستقر في اللنج انها هتتنقل بليك دروبلت. اللي كانت يمكن اول مره تسمعوا الكلمه دلوقتي ممكن تتنقل بدروبلت جدا جدا جدا. طيب لما جاش في بلد محتاج انجل سكان الجديده عشان يعدي بتاعه. هو الناموس كانت محتاجه انجل، بس بقول زي الناموس والحاجات اللي مش محتاج عليه. هو نفسه يا اخي. طيب الفكره ان هو ده لو دخل عن طريق بلد قد يؤدي الى سيبتسيميا ونيومونيك بليك. احيانا بيدخل او بيقصن في الليمفاتيك فيسلز فبيعمل واتس كولد نيومونيك بليك. ودايما بتلاقي ان اكتر لينف نود افكتد هي الانجوينال لينف نود بليدنجوينال. لو غيرنا بروسن في اللور ليمب فبالتالي الدرينج بتاع اللور ليمب كله بقى لينجوينال، فتلاقي لينجوينال لينف نود كبيره قبل كده وانفليمد وكان انتوا عارفين بتاع التكنولوجيا ده. اتفقنا؟ فدي قصه البريك او انتشار البريك امونج الهيومن بينجز عندنا. فهمتوا القصه عندنا؟ دي كانت قصه وجود البريك في النيتشر عندنا. طبعا الكتب بتقول لنا ايه؟ ان البريك الفيران تعتبر ذا بيولوجيكال بارير اجينست بريك، صح ولا غلط؟ وكان بيقولوا معلومه غاليه جدا. الحضارات الإبيديميك أوف ذا بليج نيفر إيفر تقتل الفئران، لأنك أنت لو بتقتل الفئران بتحصل إيه؟ موت. أنت بيهاجموك أنت، فعشان كده لغاية ما تكنترول الإبيديميك ما تموتش فئران. سيب الفئران تعتبر بيولوجيكال بارير إنها تكنترول إيه البليج، تساعدك في كنترول التربيج. أمال أنت موت الفئران لو ما عندكش إبيديميك؟ إن أنا مش عايز أصلا المرض يجي لي عندها. اللي كان بيساعد في انتشار البليج بين بلاد العالم وبعضها هي السفن. ليه؟ سفن البضائع الكبيرة اللي هي بنسميها الكارجو شيبس. الفئران دايما بتبقى موجوده في اماكن التهويه فيها قليله فترات طويله، عشان كده دايما ماما بتبقى حديثه في الساحل الشمالي في اسكندريه لما نروح في نهايه الصيف نتقفل الشاليه كويس قوي، تقول لك عشان الفئران ما تجيش فيه، لان هي عارفه ان المكان لو ايه فنتليتي فترات طويله هتساعد الفئران تبقى موجوده فيه. والمجاري طبعا، المجاري من الاماكن اللي بتنتشر فيها الفئران قوي. سفن البضايع كانت بتبقى شايله بضايع في البحر لمده شهور طويله قوي، كانوا بيقفلوا بطن السفينه على المخزن فيه البضايع، ما بيفتحوش لغايه ما يوصلوا البلد الثانيه. فمشكله المنطقه دي بتبقى ايه فنتليتد لمده شهر او اتنين على ما يوصلوا للبلد الثانيه. في الفتره دي بتبقى تنتشر البليك، ولو هم جايين من مكان فيه فئران فيها سينيا بس موجوده فيها بتيجي فئران تفتح السفينه تنزل البضاعه ينزل معها الفئران وينتشر البليك في اللوكاليتي الجديده. دي كانت اسباب انتشار البليك عندنا. عشان البليك هو مش واحد بينقل لواحد، يعني عايز اوضح لكم القصه، مش واحد بينقل لواحد، لان المين تو مين ترانسميشن لير عن طريق ايه؟ متربط. وخلي بالك من حاجه، ده انت بتفترض انه جاله ايه؟ هو تفترض ان السيبتسيميا ترايفل فين؟ في اللنج، دي مش كتير قوي، عشان كده ايه؟ ما بتبقاش دي المود ترانسميشن الاساسي، لكن المود ترانسميشن الاساسي هي عن طريق البراغيث والايه؟ والفرق عندك. فهمت قصه البليك؟ يلا حد وات ذا ديفينيشن؟ كوميونيكال ديزيز. أرثروبود بورن ديزيز، فايرال ولا بكتيريا؟ بكتيريا. اوكي ده مرض زمانك زي ما قلنا اختفى من بعض من معظم بلاد العالم، ولكن ما زال موجود لسه في بعض بلاد العالم due to the rodents اللي موجوده عندنا. What is the cost of organism؟ يرسينيا بيستس وهي سنجل سترين، مش هجيب سيره الكراس النيتي والمدة تزيستر اوتسايد ذا بني كيلو ذا بني. اوكي من الريزرفوار بتاعنا؟ الراتس او المان؟ الرودنس لوحدها مش كفايه، لازم يكون معاها ايه؟ الرات فلي. خلي بالك في الارثروبود الريزرفوار بتاعك مش مانو انيمال بس، لازم يكون معاه الفيكتور، لان لو الرودنت نفسها عندها يرسينيا بيستس مش كفايه ان المرض ينتشر، لازم يكون موجود معاه البراغيث في نفس الوقت عندها. طب هل الريزرفوار اذا الرودنت بس؟ المان في حاله ايه؟ نيومونيك. يبقى المان في حاله النيومونيك عندها، يبقى بتكلم عن المان في حاله النيومونيك عندها. طيب ده الريزرفوار، يبقى قلنا عندنا الريزرفوار هي الرودنت والفيكتور وحطينا معاها المان في حاله النيومونيك عندها. ما هو الاكزيت؟ الاكزيت بتخرج البكتيريا منين عندك؟ لو انا عيان البكتيريا ميزوفاليكس في حاله النيومونيك، وقالوا على فكره باي ذا واي في الانفكتد باس ممكن تخرج،
لو الفص هنا كبير قوي ما الباص عباره عن بكتيريا فقالوا برضه في الانفكت الباص وده يعمل احتمال تكوين برضه للكونتاكت انفكشن لان لو موجود الباص والباص فتح والسابيوليشن فتح احتمال المرض عندها عشان ممكن انفكت الباص يعتبر طيب ايه الكوميكابيتي فيروس والله بص المان تو مانترانس خليني اقول لك هو طبعا ديورين كلينيكال كورس انا موافق معاك بس الفكره عايز اقول ان المان تو مانترانس ميشن اصلا از ايه؟ ولو موجود يبقى ديورين كلينيكال كورس اللي هي اثناء النيومونيك كلينيك عندك. طيب ايه المونو ترانسميشن؟ بايتنج بتاعت مين؟ الراد فلي انفكتد راد فلي لمين؟ للهيومن بينج. امتى تعمل له بايتنج؟ لو الليفل اوف فري على الرودنت اندكس انكريس لو الليفل اوف ريد فري على الرودنت اندكس زيت ادرويس ما تنقلش مره عندنا اتنين بحاجه ثانيه للبايتنج اوف ريد فري دروبت الاير بورن او دروبت وطرفينها رير عندنا وات ذا انكيبيشن بيريد انكيبيشن بيريد هي 6 ايام ما ينفعش تزيد يوم ما ينفعش تقل يوم ليه ده كوارنتينبل ديزيز احنا خدنا كام كوارنتينبل ديزيز قبل كده الكوليرا خدنا الكوليرا السموتشس بس لا مش كونتربل الكورنتربل ديزيز